يسعنا إلا أن نتقدم بالعزاء إلى فخامة رئيس الجمهورية في أندونيسيا وإلى جمعية نهضة العلماء وإلى كل الشعب الأندونيسي لفقدان العالم الكبير البروفيسور الدكتور أحمد هاشم موزادي الذي كان عالما ربانيا كبيرا خسرته الأمة كل الأمة وليس أندونيسيا فقط خسره المسلمون وخسره غير المسلمين وخاصة هذا التنوع الجميل جدا في أندونيسيا فنحن نجد أن الشعب الأندونيسي كله سواء أمام القانون لذلك هذه المحبة التي نراها في أعين الأندونيسيين إلى الشيخ هاشم موزادي وهو العالم المسلم الكبير ليست فقط من المسلمين بل من كل أبناء الشعب الأندونيسي الشيخ موزادي خسارة كبيرة لنا جميعا أرجو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أندونيسيا الآن نعم فقدت رجل كبير ونحن فقدنا مع أندونيسيا هذا الرجل تعازي الحارة إلى كل الشعب الأندونيسي إلى عائلته الكريمة أرجو الله عز وجل أن يرزقنا بعلماء ربانيين كما كان الشيخ هاشم موزادي يسيرون على خطه وعلى نهجه وعلى فكره الإسلامي الصحيح الذي لا يعرف تطرفا ولا يعرف حقدا ولا يعرف أي ضغينة اتجاه أي إنسان ليس فقط اتجاه أي مسلم بل اتجاه أي إسلام لأن هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال أن ديننا دين التسامح ودين الرحمة وكما كان يردد دائما وأسمعها من شيخنا الشيخ الموزادي حين كان يقول الآية الكريمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين